السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من علينا ببعثة النبي الأمين الذي جمع الله له بين جميل الخلائل وعظيم الشمائل، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، إمام الحنفاء وسيد الأصفياء ورسول رب الأرض والسماء، فأجمل منه لم تر قط عيني وأجمل منه لم تلد النساء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين جعلوا من شمائله نبراسا يهتدون بهديه ويقتفون أثره، رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 23 من شهر رجب من عام 42 و400 وألف من الهجرة النبوية، يسرني ويطيب لي باسمي واسم أصحاب الفضيلة والمعالي ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن أرحب بكم بالمستمعين الكرام، بالمشاهدين، بالمتابعين لوقائع هذه الدورة العلمية الرابعة في المسجد الحرام بعنوان الشمائل المحمدية، وكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكراً لله عز وجل على فضله، ثم شاكراً لولاة أمرنا حفظهم الله عنايتهم الفائقة بالحرمين الشريفين ورعايتهم الجليلة للفعاليات والبرامج النافعة التي تعزز رسالة الحرمين وتجعل منه بإذن الله ثم دعم القيادة منارة حق وخير وأمن وسلام، ليستفيد أبناء العالم الإسلامي ورواد الحرمين الشريفين، وكذلك في إبراز الرسالة العظيمة في حسن الهداية للعالمين وحسن الوفادة للقاصدين. وأعظم ما يقدم لهم العلم النافع، العمل الصالح، وربطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عنيت الرئاسة بالدروس والدورات العلمية والتوعية الثقافية والتوجيهية والإرشادية والفكرية ليتعلم قاصد الحرمين الشريفين مع أداء الشعائر المعالم العظيمة التي تروي أرواحهم وقلوبهم وعقولهم وأفكارهم، ومنها ارتباطنا بحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قامت وأقيمت هذه الدورة العلمية المباركة النافعة بمشاركة كوكبة من علماء الشريعة، وعلى رأسهم مشايخنا في أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وكذلك الزملاء المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فشكر الله الجهود وحقق المساعي ونفع
بالأعمال وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. يسرني في بداية وافتتاح وانطلاقة هذه الدورة العلمية أن أشارك زملائي بهذه الكلمة الترحيبية والتوجيهية المناسبة في هذا المقام. سأتناول في هذا الحديث مقدمة والحديث عن أهمية الشمائل النبوية، تعريفها، نصوصها، تطبيقاتها ومجالاتها، آثارها، ثم أختم الحديث بذكر بعض التوصيات والمراجع والمصادر التي ألفها علماء الإسلام ولا سيما من علماء السلف الصالح رحمهم الله في هذا الموضوع المهم، لعله يكون ارتباطاً لطلاب العلم بهذه المصادر الموثوقة والمراجع المأمونة. أيها الإخوة الكرام، المسلم بحاجة ماسة في حياته إلى الأسوة الحسنة والقدوة المباركة ليتسنى به أن يتأسى بأخلاقهم ويهتدي بهديهم ويقتبس من نورهم ويسير على أثارهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وقدوتنا في طريقنا إلى الله والدار الآخرة في هذه الحياة، ولا يمكن أن يسلك المسلم طريق الجنة إلا باتباعه سنة وسيرة المصطفى والمجتبى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولزوم السنة هو سفينة النجاة التي يجب على المسلم إن أراد نجاته وتوفيقه وسعادته في الدارين والحياتين أن يلتزم بها وأن يسير عليها. ولما جد في حال الناس كثير من الفتن وعمت أحوالهم أمواج من المحن، شطأت ببعضهم عن السنة النبوية وأوقعت كثيرا منهم في المخالفات والبدع والضلالات، إما عن طريق الغلو والتنطع والتطرف والإرهاب، وإما عن طريق الجفاء والإنهزامية وضعف الارتباط بالكتاب والسنة وتيمم الوجوه والعقول والأفكار إلى أحزاب ضالة وجماعات منحرفة. ولهذا جاءت أهمية عقد مثل هذه الدورات المهمة، ولعلي أذكر بعضها في جانب الأهمية في عدد من العناصر المهمة. أولا، ما تحدثنا به سابقا عن مكانة القدوة وأهميتها وأن ومنزلتها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا جميعا، وينبغي الوقوف عند سنته ومعرفة شمائله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، عناية الكتاب والسنة بنصوص وتطبيقات ومظاهر
العناية بالشمائل المحمدية في لزوم السنة والسيرة، وفي الحرص على معرفة خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام في كل المجالات، في الحرب وفي السلم، في البيت وفي الأسرة، وفي التعليم والدعوة، ومع الناس جميعا، وفي كل الظروف والأحوال، وفي العبادات والمعاملات وغيرها من المجالات. ومما يدل على أهميتها عناية السلف رحمهم الله، ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم خير القرون، القرون المفضلة، بالتزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حققوا الخير والنجاح والصلاح والفلاح. كذلك من أسباب الأهمية عناية علماء الإسلام بالتأليف في المراجع والمصادر في السيرة عامة، في السنة عامة، وفي الشمائل خاصة، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، مما سأريده في آخر هذه الكلمة. ومما يدل على الأهمية ما آل إليه حال كثير من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجهل بشمائله، ولهذا وقع كثير منهم في مخالفات وبدع ومحدثات يظنونها من مظاهر الحب والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإما بالتساهل والترك والنسيان والتجاهل والتغافل عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالوسط والاعتدال المنطلق من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقتضي معرفة شمائله واتباع هديه دون غلو ولا جفاء، وألا نحدث في أمر الإسلام ما ليس منه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم عند عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليتنبه المسلمون لهذا، ولهذا حرصت الرئاسة على بيان المنهج الصحيح في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع الشمائل المحمدية. كثر التصنيف والتأليف في ذلك للتعرف على أخلاقه وصفاته وآدابه صلى الله عليه وسلم، ليتحلى بها المسلم في سلوكه وعمله وهديه. ما تعريف الشمائل؟ الشمائل علم، علم متعلق بالسيرة النبوية، يشتمل على معرفة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والسير المتعلقة بأخلاقه وصفاته وهديه وعباداته وأوصافه الخلقية والشكلية، وسيرته وأوصافه الخلقية في كل مجال من المجالات، ليتحقق للمسلم سعادة الدنيا والآخرة. هذا المراد بالشمائل المحمدية، شمائل النبي محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه دائما أبدا إلى يوم الدين. نصوص الشمائل وردت فيها نصوص عني بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بروايتها،
وتناقلها بين الأجيال جيلا بعد جيل حتى عصرنا الحاضر بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على تعليمها للناس عموما وللجيل والنشأ خصوصا لينشأوا عليها وتشتد صلتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه المحبة الحقيقية. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وامتداد العلماء الربانيين إلى قيام الساعة. تطبيقات الشمائل ومجالاتها: ذكرنا في التعريف سابقا أنها تشمل الأخلاق والسير والصفات الخلقية والخلقية، لأن الشمائل علم متعلق بالسيرة النبوية مشتمل على الأحاديث النبوية المروية في عدد من المجالات، منها الصفات الخلقية الشكلية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ككونه ربعة من الرجال عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير. والصفات الخلقية، وهذه هي الشمائل والقيم التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شتى الصفات، في الكرم، هو البحر من أي النواحي أتيته فقمته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، في الجهاد في سبيل الله والحرب والدفاع عن دين الله عز وجل كان أقوى الناس عزيمة وأكبرهم شكيمة. يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب. في العلم أيضا البحر المتدفق علما ومعرفة فيما علمه الله إياه سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهكذا في أنواع الجمال والجلال والبهاء والكمال خلقا وخلقا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. السير من المجالات المهمة، معرفة السير والهدي. ومن أحسن ما من ألف في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الموسوم بزاد المعاد في هدي خير العباد، تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في نسبه، في سيرته، في أعمامه وأخواله، في بيته، في أبنائه، في بناته، ثم عرج على هديه في العبادات، هديه في المعاملات، هديه في كل المجالات. من المجالات المهمة الهدي في المعتقد وإخلاص الدين لله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك في العبادات، في الحرص على الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى بيت الله الحرام، وكذا في أعمال البر كلها والخير بأنواعها، وأيضا في النوافل، في الصدقات، وفي قيام الليل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها
في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، قالت كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، تقول له: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكور. وهكذا في معاملة الناس والخلق العظيم والرحمة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. قصته مع الأعرابي الذي بال في المسجد: لا تزرموه ولا تنهروه، وأريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا مما. في قصة الشاب الذي جاءه يقول: ائذن لي بالزنا يا رسول الله، هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لابنتك؟ في أسمى مجالات الأدب النبوي والحوار العظيم الذي كان له الأثر البالغ في نفوس الناس، يأتيه الأعرابي و يقبض بيده على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة شديدة، فيقول: ألا تأمر لي وتعطيني مما أعطاك الله؟ فيلتفت إليه ويبتسم عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الابتسامة مفتاح القلوب. قال: وتبسمك صلى الله عليه وسلم في وجه أخيك صدقة. ويقول جابر رضي الله عنه أيضا: ما نهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا حجبني منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. وهكذا في وقائع كثيرة، كما في حديث أنس في الصحيحين: ما مسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله أنا فعلت كذا. أين هذا من أخلاق الناس اليوم في العنف، في الشدة، وفي القسوة، وفي الغلظة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ألا ما أحوج الأمة اليوم إلى أن ترسو على شاطئ معرفة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف كيف شط بها المزار عن سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، حتى بين الناس، بين الأقارب، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها، بين الجيران، بين الناس، بل بين العالمين. كانت معاملة عليه الصلاة والسلام حتى مع المخالفين في الدين من اليهود والنصارى كانت مثالا للرحمة. أكرم جاره اليهودي ودعاه إلى الإسلام. وهكذا في مواقع ووقائع كثيرة في السنة: مات ودرعه مرهونة عند يهودي، عاملهم بالمعاملة الحسنة، فهي أكبر سبيل وأعظم دليل إلى هدايتهم لهذا الدين. ويوم أن ضرب الإرهاب أطنابه في العالم، رأينا ورأيتم كيف شوهت صورة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام
وأنه نبي العنف والقتل والغلظة والجفاء، وهذه وقائع. فعلينا أن نزداد تمسكا بالسنة والسيرة، وليقل الناس ما يقولون، على المسلم أن يجعل الكتاب والسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ناظريه، ولا يبالي بالمغرضين ولا بالمزايدين ولا ببث الحملات المغرضة عن نبي الإسلام ولا عن المسلمين ولا عن علماء الإسلام وأئمة الهدى الذين يبينون السنة المباركة للعالمين أجمعين. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا على يمين ذلك الخط ويساره، فقال: هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترى. إذا حقق المسلمون وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يرومون محبته باتباعه عليه الصلاة والسلام، فستتحقق لهم الآثار الخيرة والسبل النيرة التي يجمعها سعادة الدارين والتوفيق في الحياتين ودخول الجنان والنجاة من النيران. ولكن لعلي أذكر شيئا تفصيليا في بيان آثارها وفوائد معرفتها وتعلمها وتعليمها. أولا، أن معرفتها يعين المسلم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الحقيقي، وأنه سبب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آل عمران آية رقم 31. ثانيا، أن التعرف على الشمائل سبب في تحقيق القدوة والأسوة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. 21 الأحزاب. ثالثا، أن معرفة الشمائل سبب في زيادة الإيمان والعمل الصالح، وهكذا في الخير والراحة والنعمة والبركات في معرفة شمائل رسول الرحمات صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا متبين في الواقع وفي حال السلف الصالح والصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنه. قد ألف علماء الإسلام، هذه نبذة وإلماحة يسيرة عن معرفة الشمائل في بداية هذه الدورة، وستجدون إن شاء الله في ثنايا هذه الدورة في طرح أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والأئمة حفظهم الله المدرسون، ما يروي الغليل ويشفي العليل بإذن الله، وتقوم الحجة على الجميع. كما ستجدون الزيادة المباركة في مظانها من المراجع في كتب السنة كالصحيحين والسنن الأربع، مسند أحمد وغيرها من كتب ودواوين السنة، وفي كتب السيرة كالسيرة النبوية لابن هشام رحمه الله،
وغيرها من الكتب التي ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في المراجع العامة. أما المصادر الخاصة فقد ألف فيها كتب في الشمائل، منها صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 للهجرة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن علي بن محمد المدائني المتوفى سنة 224، ثالثا صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لداود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة 270. من أشهر الكتب المصنفة في الشمائل كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله صاحب السنن أو جامع الترمذي المتوفى سنة 79 و200، وهو من أعمدة الكتب التي ألفت في الشمائل، وطبع عدة طبعات وبعضها طبع بغير اسم الشمائل المحمدية، قد طبع باسم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق من المحقق عزة عبيد الدعاس، وأيضا حقق من قبل المحقق ماهر ياسين، وأيضا إشراف الدكتور بشار عواد معروف، وكذلك طبع باسم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق سميح عباس، صدر عن دور نشر متعددة، وهو مرجع مهم وأولي ومعتمد في الشمائل المحمدية. ومنها ما ألفه الآجري رحمه الله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني، وكتاب شرف المصطفى لأبي سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري المتوفى سنة 406. إمام الترمذي قسم المصنف اللي هو في الشمائل إلى 56 بابا، وجمع فيه 415 نصا مسندا في أحاديث متنوعة مرفوعة قولية وفعلية وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، مما لا يستغني عن طالب علم الشمائل. ومن كتب الشمائل كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس المستغفري المتوفى سنة 432، وكتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500 للهجرة، الوفى بأحوال المصطفى لابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 597 للهجرة، شمائل الرسول ودلائل نبوته وخصائصه لابن كثير صاحب التفسير المتوفى سنة 74 و700. ومن الكتب أيضا أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب لجلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 11 900 للهجرة. هذه مراجع مهمة لا يستغني عنها طالب علم الشمال. ولو أن أدعياء المحبة والجافون لها والغالون فيها رجعوا إلى هذا المنهج الوسطي المؤصل بالدليل من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة لما حصل هذا الخبط والخلط في مسائل كثيرة من أمور الاتباع والشمائل المحمدية. أهم التوصية: أولاً العناية بعلم الشمائل المحمدية تعلماً وتعليماً وتطبيق، لابد من وضع الدروس والدورات العلمية
في معرفة السنة والسيرة والشمائل، وهذا ما عمدت إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا حقيقة يحسب للزملاء في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في الرئاسة والوكالة، وكذا العلمية والفكرية، وفقهم الله جميعا وجميع منسوبي هذا الجهاز العتيد والعريق، والذي يجعل من العناية برواد الحرمين الشريفين وقاصديهما أنموذجا وصورة مشرقة للمسلم الحق المحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدروس في البيوت، الأب الأنموذج المربي يأتي بكتاب الشمائل المحمدية مثلا مع دروس القرآن والسنة والعلوم النافعة جميعا، فيضع للسيرة والسنة والشمائل وقتا له مع أبنائه وبنياته ليستفيد البيت المسلم، تنشأ أسرة مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبها وشفيعها وقدوتها وسيدها عليه الصلاة والسلام. كذلك في المدارس والجامعات في المساجد، وهنا رسالة المساجد عظيمة في ربط الناس بالسنة والسيرة، وكذلك في مجال التعليم وعلى العلماء فقهم الله العناية بنشر كتب السيرة والسنة والشمائل المحمدية، فهم وفقهم الله ينشرون المعتقد الصحيح وينشرون المنهج السليم وينشرون الطريق النير والفكر المستقيم، كما يهتمون بفقه العبادات وفقه المعاملات يعنون أيضا بالسنة والسيرة والشمائل المحمدية، لأن فيها الربط الحقيقي والاتباع الحقيقي لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ في مجال التطبيق، ما الفائدة أن الإنسان يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغش وهو يغش؟ مجال التطبيق، مجال التعامل، أو كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام وهو يؤذي أهله وإخوانه وجيرانه ومحبيه ولا يسلم أحد من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. إنك لواجد في واقع الناس أمرا غريبا وتطبيقا عجيبا. أين الاعتصام بالكتاب والسنة؟ أين جمع كلمة المسلمين من هؤلاء الذين يقسمون الناس ويصنفونهم، وممن يعيش الفرقة والانقسامات والطوائف والتصنيفات والمذاهب والمشارب؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وخذ في مجال الخروج على أئمة المسلمين وولاتهم وحمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين هذه الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة والجماعات والتنظيمات المنحرفة والأفكار السوداوية والإرهابية؟ أينها عن الرحمة والخلق والنبل والكرم والتعامل الحسن والصورة المشرقة والأنموذج المقتفى الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين؟ وهكذا يجب على أتباعه من محبيه وأتباع سنته أن يلتزموا هديه وأن يسيروا على خطاه صلى الله عليه وسلم. كذلكم العناية بعقد المؤتمرات والندوات والدروس والدورات
والمحاضرات وحلقات النقاش بشكل مستمر للتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وربط الجيل بها في المدارس وفي البيوت، في المدارس مثلا في البدايات، مثلا في الابتدائية وفي الإعدادية وفي الثانوية وفي الجامعات، كذلك إقامة المسابقات والجوائز التحفيزية والتشجيعية للنشء والطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية لغرس الشمائل في نفوسهم. وهنا يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن تعلن عن جائزة الشمائل المحمدية لمنسوبيها في الرئاسة والوكالة، وكذلك في طلاب معهد الحرم المكي والمسجد النبوي، وكذا في القسم العالي والكلية فيهما، ليكون ذلك نوعا من التحفيز. ويسرها أن تتعاون مع الجامعات والمدارس في عمل تحفيزي مشابه لذلك. عمل موسوعة شاملة تجمع هذه الكتب كلها التي ذكرناها في موسوعة الشمائل المحمدية، ولعل الرئاسة بإذن الله مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مكة والمدينة وجامعاتنا في المملكة العربية السعودية أن تعنى بذلك إن شاء الله. ونحن نكبر الدور العظيم ونشيد ونثمن الدور الرائد الذي بذلته المملكة العربية السعودية في نشر السنة والسيرة، كما نشرت كتاب الله عز وجل، فها هو مجمع الملك فهد في المدينة النبوية لطباعة المصحف الشريف، وها هو مجمع الملك سلمان حفظه الله في المدينة، مجمع الحديث النبوي، ولعله إن شاء الله يكون هناك تعاون وثيق وتنسيق وتناغم وتكامل في إبراز هذه الجهود بين رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي وهذه المجامع والجامعات المهمة. وترحب الرئاسة بأي تعاون من طلاب العلم وبالمعنيين والمحققين وبالجامعات وبأيضا مراكز البحث العلمي والأبحاث والدراسات المتعلقة بمكة والمدينة، وأيضا بكتب السنة والسيرة بالعناية بهذا الموضوع المهم. كذلك أيها الإخوة، من ما يقترح نشر الشمائل عبر المواقع الاجتماعية والتواصل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المقاطع المرئية والمسموعة. لماذا لا نجد في مواقع التواصل إلا الشائعات والافتراءات والأكاذيب؟ أين أهل الخير وأين أتباع السنة ومحب المصطفى صلى الله عليه وسلم من إيجاد مواقع لنشر الشمائل المحمدية وتوجيه الناس، وأن يكونوا مفاتيح خير ومصابيح دجى في ظلمات هذه المواقع؟ وفي مع شديد الأسف نتني كثير منها وخبثها وما تبثه من افتراءات وشائعات وحملات مغرضة ضد أهل السنة والجماعة والسائرين على منهج السلف الصالح رحمهم الله. ألا ينبغي أن ينبري أهل الخير والحق في نشر السنة وأن يضع له موقع ومواقع ومعرفات، وأيضا يعيد التغريدات النافعة والتلاوات والخطب والدروس ومثل هذه الدورات؟ ينبري المتطوعون من طلاب العلم في نشر ذلك الخير، وأيضا الإخوة الذين عهد لهم في الشؤون الإعلامية وفي الشؤون التقنية وفي اللغات والترجمة، لنقول للعالم بكل لغاته هذا هو حبيبنا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا قدوتنا، وليس ما يروج له من رسم
الرسوم الساخرة الكاريكاتورية التي فيها النيل من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أكبر رد عملي، وليس بالعواطف ولا بالانفعالات ولا بالمسيرات ولا بالثورات ولا بالمظاهرات، وإنما بالاتباع الحقيقي واستثمار وسائل الإعلام والتقانة واللغات والترجمة في نشر شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، لتقر عينه عليه الصلاة والسلام بما قدمته أمته من بعده. ولا يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فلنحدث الخير والسنة والشمائل والسيرة وحب الخير للناس، ولنصبر في هذا الميدان، فلا يلتفت الإنسان للمثبطين والمغرضين والمزايدين، بل ينطلق بالحق والخير والعدل والسلام والأمن والحوار والتسامح والرحمة للعالمين أجمعين. هذه بعض التوصيات المهمة في هذا المجال، وهذه إلماحة يسيرة في بداية هذه الدورة العلمية المتميزة، تميز زمانها وتميز مكانها وتميز رسالتها العظيمة وآثارها الكبيرة. أحمد الله وأشكره على ما وفق ويسر وأعان من إقامة هذه الدورة العلمية المهمة، ثم أشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولأميري منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ونائبيهما ولأصحاب الفضيلة والمعالي المثرين لهذه الدورة العلمية المتألقة، وأخص منهم أصحاب المعالي الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، وأيضا الشيخ الدكتور جبريل البصيلي، الشيخ غالب الحامضي، وأيضا الشيخ الدكتور سامي الصقير حفظهم الله وجزاهم الله خيرا. وهنا أشيد بحرص زملائي في الرئاسة على النهل من معين مشايخنا في أعضاء هيئة كبار العلماء، وفقهم الله ونفع بهم، وأشكرهم وأشكر أصحاب المعالي والفضيلة على تعاونهم مع الرئاسة في إحياء والوكالة في إحياء الرسالة العلمية. كذلك الشكر موصول لأئمة وخطباء المسجد الحرام وأئمة وخطباء المسجد النبوي والمدرسين فيهما وفقهم الله، ومنهم أخي الشيخ وصي الله محمد عباس، الشيخ الدكتور حسن بخاري، الشيخ شرف الشريف، الشيخ عبد الرحمن القرني، الدكتور طلال بن نور، الدكتور حمزة الفعل، والشيخ الدكتور علي العلياني، وأيضا في المدينة الشيخ خالد المهنة والشيخ حسين آل الشيخ، وأيضا الشيخ أحمد طالب حميد من زملائي الأئمة الذين أعتز بمشاركتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا زملائي في الوكالة، وكذلك أصحاب الفضيلة المدرسين في المسجد النبوي، ومنهم الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ سليمان الغصن، الشيخ حسن بخاري، الشيخ نبيل الحيدان، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم وأثابهم الله وجعله من العلم الذي ينتفع به، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه جواد كريم. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ومن أهل السنة الذين عنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه واتباعه ونشر شمائله، وحفظ الله بلادنا بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين، ووفق قادتها وولاة أمر المسلمين لكل خير، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن،
وحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يحفظ علينا قيادتنا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا ووحدتنا، وأن يجمع الأمة على الكتاب والسنة، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، فهو ذو الجود والعطاء والفضل والمنة، وأن ينصر جنودنا المرابطين ورجال أمننا على ثغورنا وحدودنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وأن يكشف عن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام وكورونا بمنه وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.